مصر هتفضل طول عمرها ولادة. رجعنا لكم دلوقتي بفقرة جميلة، أنا شخصيا سعيدة قوي وأنا بعملها. مصر طول عمرها بيطلع منها أبطال، بيطلع منها مواهب. كلنا شفنا بطل مصر اللي شرفنا رامي السبيعي أو البيج رامي، قد إيه كلنا كنا سعداء وكأن إحنا فعلا اللي خدنا الميدالية والمركز الأول. بنوجه له كل التحية وبنوجه لمصر كلها كل الفخر، وبنقول لهم يعني المصريين في كل مكان فخورين بيك يا أستاذ رامي. معانا النهاردة موهبة جميلة، بطلة صغنونة، كانت أصغر بطلة على الريد كاربت في مهرجان القاهرة السينمائي 2020. الحقيقة هي طفلة صغنونة، طفلة مصرية من مواليد القاهرة، تحديدا يوم 1/10 يوم 10/10/2009. وقفت بدري جدا على قدام الكاميرا وهي كان عندها 8 سنين، هي دلوقتي عندها حوالي 11 سنة، أما كان عندها 8 سنين بدأت إن هي تقف وتصور أول إعلان ليها. ولكن بدايتها زي ما هي حكت لي كانت في المدرسة في فرقة الباليه. وقفت تسجل أول إعلان وهي عندها 8 سنين وكانت مبدعة فيه جدا. بعدها بشوية جالها إعلان في إعلان لحد ما اتجهت لمجال السينما، وكانت بطلة صغنونة جدا في فيلم حظر تجول اللي ان شاء الله هيعرض في دور العرض 30 ديسمبر، كانت مع إلهام شاهين والفنانة أمينة خليل. كانت أصغر طفلة زي ما قلنا واقفة على الريد كاربت وكانت فخورة جدا وكانت منورانا، ويعني كل المهرجان كان سعيد بيها. معانا الطفلة جادة محمد، نورتينا يا جادة. اهلا حضرتك، عاملة ايه؟ الحمد لله. كان احساسك ايه وانتي على الريد كاربت؟ انا كنت فرحانة جدا وانا ما كنتش اتخيل انا ممكن اقف عليها. كنتي مبسوطة؟ جدا. قوليلي يا غادة، يعني عرفينا بيكي اكتر. مين غادة؟ جادة مش غادة. جادة اسم جميل على فكرة. مين سماكي جادة، ماما ولا بابا؟ لا بابي. هو اللي سميكي جادة؟ اسم جميل واسم مميز، انتي طفلة مميزة في كل حاجة الحقيقة. عرفينا كده بنفسك، انتي عندك كام سنة؟ عندي 11. بدأتي وانتي عندك 8 سنين؟ اه. طب انتي جاتلك ازاي الفكرة ان انتي تمثلي، او يعني ايه اللي خلاكي حاسة ان انتي ممكن تعملي تقفي قدام الكاميرا او تمثلي؟ انا كنت في الاول زي ما قلت لحضرتك ان انا كنت في الباليه. في المدرسة. بعدها انا قلت لماما انا عايزة امثل، فهي قالت لي طيب تمام ربنا يسهل وكده. فقلت لها ماشي. شفتي مثلا يعني كنت معجبة بفنانة معينة؟ كنت معجبة؟ عندنا على فكرة فنانات في مصر مثلوا بدري جدا، تعرفي نيلي وهنا الزاهد وفيروز. نيلي كريم. لا، في نيلي كمان اكبر شوي بدات وهي صغنونه زي كده وكل الناس بتحبها. يعني اعجابك ده كان مثلا انت اتفرجتي في المدرسه على الفريق بتاع المسرح ولا من التلفزيون والسينما؟ لا انا في السينما. في السينما حبيتي السينما. طيب قولي لي بقى، اول ورشه دخلتيها لما مامي خلاص احنا حست ان احنا عندنا الموهبه، مامي عملت ايه بقى؟ دخلتي ورشه تمثيل؟ فين؟ مع الفنانة مين؟ مع الفنانة إلهام شاهين. ولا دخلنا مع الفنانة مروة عبد المنعم الأول الورشة؟ مع أقول لك مفاجأة بقى، هي معانا على الهوا دلوقتي، معانا الفنانة مروة عبد المنعم، طلباكي مخصوص تسلم عليكي وفخورة بيكي جدا. أهلا بحضرتك أستاذة مروة، منورة الدنيا كلها، مساء الجمال عليكي، حبيبة الملايين والأطفال كمان، يعني بجد الأطفال بيحبوكي. أنا ولادي كل الأعمال بتاعتك حتى بتاعت الكبار بيقعدوا يتفرجوا عليها حبا فيكي، فيعني ربنا جعل القبول عند الناس كلها وعند الأطفال. سلمين. وازيك يا جعدة، عاملة ايه؟ الحمد لله، وحشتيني قوي، بقالي كتير ما شفتكيش. حبيبتي قوي. جعدة بقى كانت تلميذة عندي بقى، كانت طالبة مجتهدة جدا. دخلت في الورشة عندي ويعني واتخرجت الحمد لله، وكانت من الطلبه المتميزين جدا 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 يعني. حضرتك برضو التعامل مع الاطفال مش سهل، يعني انا احييكي.
يخليكي، لا مش سهل خالص طبعا، مش سهل خالص يعني، بس الحمد لله يعني هما الاطفال بيحبوني وبيساعدوني جدا. كده. وبعدين يعني انا ما بشتغلش كمان غير مع المتميزين، فالموضوع بيبقى سهل، بس انا بحب يعني الموضوع ممتع جدا مع الاطفال قوي، جادة حسيتي وبفرح قوي بموهبتها بقى لما بدري؟ يعني حسيتي كده وهي في بداية الورشة ان هي ممكن يجي منها يعني؟ طبعا. وكانت عامله دور حلو قوي، ويعني كانت عامله شغل جامد جدا في التقارب بتاعها يعني. ايوه يا فندم، ايوه. تنصحيها بايه بقى في المرحلة الجاية؟ والله هي جدا من البنات الشاطرين يعني، يعني عايزاها تذاكر على موهبتها لانها عندها موهبه كبيره جدا وعندها قبول، بسم الله ما شاء الله، وهي قمر كده زي ما انت حبيبتي شايفه. يعني عايزاها يعني تتفرج على حاجات كتير وتهتم بالموضوع ده، وانا حتى في الورشه عندي بهتم جدا بانهم مش تمثيل بس، لا يقروا شعر ويقروا ايوه طبعا، ويبقوا عارفين حاجات كتير. لو انت تثقيف. حافظه ايوه الشعر اللي انا قلت لك يا جنى بيقوليه دلوقتي، فاكره؟ لا فاكره حاجه من حافظاه ولا نسيتيه؟ لا والله التثقيف ده جميل نسيتيه؟ جدا يا استاذه، وفعلا انا دايما بقول لهم القرايه اهم حاجه والثقافه اهم حاجه في الممثل، علشان ما تبقى يعني لازم يبقى في ثقافه عند الاطفال. انا بهتم جدا يبقى عندهم ثقافه فنيه يعني، لان انا بالظبط بدرس الفن فبهتم جدا بالثقافه الفنيه جدا يعني. بالظبط يا فندم. طب لو اب وام حسوا ان في موهبه عند طفله او طفله، تنصحيهم بحضرتك ايه الخطوات اللي يبداوا يعملوها؟ والله بصي، انا يعني انا اهم حاجه عندي، انا يعني انا كمرأة مؤمنه بيها، هو ان انا اثقل الموهبه دي بالدراسه، بما انها طفله فمهم جدا انها تدخلها ورش وتمرنها، لان التمرين والورش دي اولا بتهيئ شخصيه الطفل، يعني لو عنده نوع من انواع الخجل صحيح، بيبتدي ايوه بيبقى بيغير جامد جدا في شخصيته. فهي اول حاجه لازم تعملها ان هي تدخلها ورش كتير، وطبعا بقى المجال بقى بتقدم بقى، بتروح يعني اوديشن والحاجات دي بقى بتقدم فيها كتير. بس انا بهتم جدا ان الموضوع ما يبقاش مجرد تمثيل وبس، ايوه كل ما تثقليها، حتى مش لو مش هقول لك كمان حتى ثقافه، كل ما تثقليها بالتدريب، لان ايوه الممثل ده عامل يعني او التمثيل ده عامل زي الرياضه، لازم تتمرني كتير جدا علشان يبقى جسمك حلو. فانت لازم تتمرن كتير جدا علشان تمرن مشاعرك واحساسك ورياكشناتك ووشك، وده بيغير في شخصيه الممثل وشخصيه الانسان يعني. حتى انا لما بيجي لي في الورش اطفال خجولين او كده بيطلعوا متغيرين جدا، والاهالي بيبقوا مبسوطين جدا بالتغيير. ف أكيد طبعا يا فندم، يعني ده الله هم بقول يخليك. لك بيحبوكي جدا. قولي لي كان إحساسك إيه وأنتي شايفة بقى جادة تلمستك الصغننة ده دي انا ببقى ماشية على الريد مبسوطه كاربت؟ مبسوطه جدا 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 والله، ده انا ببقى فخوره والله، حبيبتي، أيوه سعيده حبيبتي، بيها جدا جدا، وربنا يوفقك يا جدى وتبقي نجمه كبيره بقى، نجمه كبيره جدا. أسعدتينا، وإن شاء الله تقدمي الله للفن يخليك كده مواهب قادمة كتير وكتير وكتير، ونبقى يا لنا رب مع يا حضرتك حبيبي، لقاءات كتير، ونتمنى ان تنورينا شاء كمان في الله يا البرنامج حبيبتي، مساء ان شاء الله الجمال، اتشرف. وبنمسي انا على مبسوطه ان حضرتك. انا اتكلمت معاكي، ومبسوطه ان انا يا اتكلمت مع جدى، وسعيده بيها جدا. مساء الجمال عليكي، الفنانة الله الجميلة المتألقة حبيبة الملايين الفنانة مروة عبد المنعم، نورتينا، وكل الشكر ليكي. جدع، قولي لي بقى يا ستي، احساسك كده اول مره وقفتي قدام الكاميرا كنت حاسه بايه؟ خايفه، مبسوطه، حاسه ان انت حققتي حلم؟ كنت مبسوطة، بس في نفس الوقت كنت متوترة. اول مره، بس كنت 8 سنين لسه صغننين. يعني انا كنت ايدي بترتعش كده، بس كنت بقى كنت كنت بمثل كده، بس انا كان ايدي بترتعش يا اول مرة حبيبتي بس. يا حبيبتي، انتي بدأتي بالإعلانات، يعني أول مرة وقفنا قدام الكاميرا كان إعلان. إعلان عن إيه بقى تفتكري؟ أول واحد؟ اعلان واو، اول مرة واحد، اول واحد عمله وبعد كده؟ واو واو. واو، ده كان إيه؟ ده كان صلصال بينجو فاكريه صلصال. فاكريه فاكريه. بعد كده عملنا بقى إعلانات مستحضرات تجميل، زيت شعر وأظن حاجة طبية. لا بتاع زيت الشعر بقى، ده هو بقى اللي شهرني، ده اول اللي بيجي لحد دلوقتي. انا بشوف كتير جدا وبحبك وبحبه، تيجي نخلي المشاهدين يتفرجوا معانا على الاعلان؟ يلا ماشي. بينا.
كده مش غالي. البرهان واكسبي الذهب. لاننا خايفين على شعرك لازم تتاكدي ان اصلي، وما تشتريش اي علبه غير العلبه الصاج المربعه الجديده، لان الباقي كله تقليد. او تتصلي بينا ونقول لك تجيبي العلبه الاصلي منين. بتستخدمي بقى الزيت ده؟ لا. لا المفروض تبداي. انا ميره كان تاني اعلان عامله. وفضلنا بقى، انا كنت بنام بدري بقى ساعتها، فكانت الساعه 1 الفجر. كنت بنام يعني 11 كده. زيت البرهام زيت جميل على فكره، واكيد مامي قالت لي ان هي بتستخدمه وانا بستخدمه. انت اكيد بتستخدميه. واعلان ميره انا يعني انا كنت انا اول ده تاني اعلان ده انا حبيته جدا، يعني اكتر اعلان بتحبيه. اكتر اعلان حبيته ميره. وميره بقى يعني لما قعدنا بقى لحد 1 الفجر، فكانت عيني بقى حمرا كده، وكنت حبيبتي سهرانه. فعشان كده كان شكلي كده. لا زي القمر والله. لا زي القمر، وبيبقى تعب حلو اعتقد يعني. وطبعا نحاول يعني بنوجه يا جماعه نداء يعني شركات الاعلان، نبقوا نيموا جادة بدري شويه عشان تعرف تروح المدرسه. وليه بقى انت شاطره في المدرسه؟ نطلع يعني الاوائل. لكن السنه دي شكلي مش هطلع. ليه؟ عشان كورونا. لا هو عشان انا في سنه سته، فانا ما كنتش بذاكر كويس في اول السنه. يعني كنت بذاكر اول ما اجي المدرسه كده، يعني احل الواجب. انت عارفه ان ناس كتير واخداكي مثل اعلى، ويعني بيقلدوكي وبيقلدوا حركات شعرك وبيقلدوا اعلاناتك. ولازم كمان تثبت لهم ان انت متفوقه في الدراسه، وتثبتي دايما الفنان يبقى نموذج في الاخلاق وفي الشطاره وفي يعني الاجتهاد. فاكره استاذ محمد سعد مهرج الاعلانات؟ عارفه ان هو هيكلمك دلوقتي عشان يطمن عليكي. اهلا بحضرتك. الو. اهلا دكتوره. اهلا ازاي حضرتك؟ استاذ محمد سعد مخرج الاعلانات وصاحب شركه تشانس للاعلان. تشانس ميديا للاعلان. اهلا بحضرتك، بنشكرك على انك قدمت لنا الموهبه الجميله دي. بنوته جميله. جدا متفوقه جدا من يومها والله. يعني يوم ما كانت اول كاستنج ليها يعني كان من حوالي 4 سنين، وبصراحه انا قلت لا جدا فعلا هتنطلق جدا. وكان لازم كل اعلان بصراحه تكون جدا معايا فيه، يعني اي اعلان يكون فيه اطفال فجدا لازم تكون هي الهيرو بتاعت الاعلان. حسيت ان هي موهوبه. حسيت اتعودت لو اعلان ما تكونش فيه هيرو تبقى متضايقه، فهو لازم تكون هي الهيرو بصراحه يعني. هي جميله. انا في حته كده في اعلان بتاع زيت شعر لما بتلف بس وتورينا شعرها كده، احنا بنجري على طول نشتري. عملتها ازاي الحته دي؟ ضربتها عليها ازاي؟ انا اصلا حبيتهم جدا والله. الحته اللفه دي ضربتها عليها ازاي يا استاذ محمد؟ اقول لك على حاجه، انت عارفه الاعلان ده بصراحه كان فيه سكريبت كده معين المفروض ان هي هتقول منه. ايوه. جاد قرات السكريبت ما شاء الله من اول مره، هي ادت وجودت من عندها بجمل ثانيه بره السكريبت، بس ما شاء الله يعني هو من عندها من غير ما حد يقول لها عليها. موهبه. برافو جدا ساعتها والله، يعني احنا كفريق العمل كله انبهر بيها والله. لا ده انتوا كمان بتقدموا لنا كده وبتثقلوا الجواهر الصغننه دي، وبنشكركم يعني. شركه الحقيقه مساهمه في تقديم بطلات صغننين دلوقتي لما راحت بقى دلوقتي لمجال السينما. انت حاسس بايه؟ يعني فخور بيها شفتها على الشاشه؟ جدا 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 جدا. تواصل طبعا مع والدها ووالدتها دايما، وبصراحه هم حتى في اي عمل بتبدا بيه كان كف ميديا او 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 سينما، هم بصراحه والله بيرجعوا لنا يعني، عشان بس احنا كنا بدايتنا مع جده، فبيرجعوا لنا يعني في اي حاجه بتبدا فيها او اي يعني حاجه متبنيها بقى فنيا. منبهر بيها جدا والله. طب تحب تنصحها بقى تلمستك الصغننه دي، تحب تنصحها واكتشافك الصغنن اللي ان شاء الله هيكسر الدنيا، تنصحها بيه على الهوا كده عشان تبقى نصيحه ليها؟ وانا بقول لها انت بقيتي مثل اعلى علشان كل البنات انتوا الصغننين. اول حاجه والله انصحها بس ان هي تهتم الاول بمستقبلها ودراستها طبعا، ده بالزبط. من اي حاجه. وبلاس كده طالما هي بتحب العمل دوت وبتحب كده تشتغل على نفسها فيه طبعا، صح، وتطور من نفسها فيه دايما، وهي فعلا متطوره جدا بس تطور فيه اكتر. مع طبعا دراستها، وده لازم تعمل ماتشنج ما بين الاثنين طبعا. طب شغل الاعلانات مع الاطفال يا استاذ محمد اسهل ولا الكبار بيبقوا اسهل او امتع؟ انت بتستمتع؟ لا بص هو الشغل طبعا اسهل مع الكبار طبعا. الطفل دايما يعني تعرفي عشان تدخليه جوه الشخصيه
بتاخد شوية وقت كتير جدا، وممكن نعيد بدل المرة 10 يعني و20 ما و30. بيبقوا مجموعة كمان أكيد شقاوة وضحك بقى وهزار بالظبط سيطر بالظبط عليهم مش بالظبط سهلة. جدا. بس فعلا والله، يعني مش بقول كده عشان جادة معانا على الهوا، بس جادة فعلا والله كانت دايما قد المسؤولية، أكبر من سنها جدا، فكانت ما دايما شاء الله قد المسؤولية، اللي هو الأطفال كلهم بيلعبوا، لو حتى لو بنصور في كيدز أريا، فاللي بيلعب واللي هنا واللي هنا واللي هنا، لا وجادة مركزة، يعني شايفة إحنا مركز، بنشتغل إزاي، بتحفظ السكريبت بتاعها، لا كانت بتبقى مركزة جدا. هي حابة فهو طبعا المجال. الشغل مع الأطفال بيبقى صعب جدا، بس في ناس كده كان يعني بيبقوا بصراحة متفوقين جدا، وهم حابين اللي بيعملوه فبيقدموه على أكمل وجه يعني. والله يعني احنا هي بنوتة جميلة، وواضح ان حبيبتي الدنيا جدع كلها فعلا، حبتها، حبيبتي جدا والله. وتحب حضرتك بقى تنصحها بقى ايه، كلمها كده شوية، تكلمي استاذ يا محمد قولي له جدع ازاي حضرتك. ما ازيك؟ حبيبتي جدع، عاملة ايه؟ الحمد لله. حضرتك عامل ايه؟ مبروك، الحمد لله، مبروك جدا على الفيلم وعلى الجائزة اللي في الفيلم، الله ومبروك يبارك دايما فيك. ليكي، ودايما تتفوقي ومن نجاح لنجاح، وعايزك تشتغلي على جد نفسك جدا، و يعني اشتغلي على نفسك اهم حاجة في دراستك، مع طالما انت بتحبي التمثيل والاعلانات وكان انت تبقي فنانه، فاشتغلي على نفسك جدا في كده، وان شاء الله ربنا يوفقك وتبقي احسن فنانه في الدنيا كلها يا جنة. ميرسي لحضرتك جدا، وبنشكرك استاذ انا محمد، والله انا ويعني مبسوط جدا سعداء والله، جدا بمداخله حضرتك. انا اسعد والله يا كان فندم، معانا انا استاذ اسعد والله. محمد سعد المخرج وصاحب شركه تشانس ميديا، نورتنا يا فندم، اشكرك، متشكرين الله جدا، يخليكي، شكرا جدا ميرسي لزوجك قوي. بالتوفيق. جايه بقى الفيلم، يعني خلصنا مرحله الاعلانات وايه، بدانا ندخل في هندخل السينما بقى، خلاص يعني احنا عملنا 3 اعلانات من واحنا عندنا 8 سنين لحد ما احنا دلوقتي عندنا 11 سنة، انا صح؟ عملت اعلانات كتير، بس دول ال3 اعلانات دول اللي انا الاشهر. وقلتي لي اكتر حاجة بتحبيها اللي هو الاعلان اميرة. بتاع الصرصار ولا لا، ايه؟ ميرة ميرة. طيب بدأنا بقى، يعني انت بقى كان نفسك تطوري من موهبتك وتبدأي بقى تدخلي مجال السينما، ولا اتعرض عليكي ازاي؟ احكي لي بقى، حسيتي بايه كده؟ انا كنت قبليها اصلا، يعني انا لما رحت كان في 30 طفل. كان اعلان مثلا في ال كان اعلان هو كان 30 طفل، فانا رحت اعمل كاستنج. ايوه. فهم يعني قعدوا بقى اعمل كاستنج كده، وكذا طفل بقى دخلوا كده. مين كان بقى، مين اللي كان في الكاستنج؟ طنط الهام ولا مين كان لا موجود؟ لا لا، هو المخرجين. اصل هم قالوا لي طنط الهام اول ما شافتك قالت لك انا فاكراكي، انا عارفاكي، شفتي بقى السر. بنوجه تحيه للفنانه الجميله الجميله اللي كل ستات مصر بتدعمها في يعني سعيها الدؤوب دايما للتوجيه السينما، لتسليط الضوء على مشاكل المراه المصريه. بنشكرها على مشوارها الطويل، وبنشكرها على الفيلم الرائع اللي حاز على جائزه احسن فيلم في مهرجان القاهره. صورك على الشاشه بقى ما كنت على الريد كاربت، وفاكره ايه طنط الهام ايه؟ طبعا فيلم حظر التجول، كنتي طالعه دورك ايه بقى فيه؟ بنت امينه خليل وجدتي الهام شاهين. كانت استمتعتي بالشغل معاهم؟ جدا، بس اخر يوم، اخر يوم بقى كنت زعلانه عشان مش هتشوفيهم. لا بس انا معاكي فعلا، معاكي حق. بس في نفس الوقت كنت فرحانه عشان انا عملت الفيلم معاهم حبيبتي. وهينزل ان شاء الله بطولات جايه، وان شاء الله بطولات مطلقه، وان شاء الله نشوف كل الفنانين اللي بنحبهم ونمثل معاهم. تيجي نتفرج على البرومو بتاع الفيلم، الفيلم هينزل يوم 30 ديسمبر، مش كده؟ نتفرج كده مع اعزائنا المشاهدين، نتفرج على البرومو بتاع الفيلم اللي انا نفسي بحترمه وبحبه. هو الفيلم يعني احب اقول ان هو تاليف واخراج الاستاذ امير رمسيس، بطوله طبعا الفنانه الهام شاهين والفنانه امينه خليل. بنشكر كل صناع الفيلم وكل العاملين على الفيلم والشركه المنتجه. خلينا نتفرج مع بعض كده على البرومو بتاع الفيلم. يمكن مش هيفضل لنا فرصة تاني نتكلم. أنا حقي أعرف ليه حرمتيني في نفس اليوم منك ومنه. ما تخافيش، مش بتكلم عن سر اللي حصل من 20 سنة. لقيت لقلبي في الحب نايم، والناس قالوا لي ده الحب غنوة. ما
أتكلم عن إحساسي ناحيتك اللي عمري ما عبرت عنه. وحشتيني قوي. له أنا سيب يا يحيى. يمكن بتكلم علشان لو فضلت ساكت حموت. مفيش حاجة في الدنيا تستحق القتل. أو يمكن السكوت هو اللي حارمني من الموت. تاني سكات، تاني السر اللي أكبر من إني أعرفه. أنا مش وحشة زي ما أنتِ فاهمة. أنا خايفة قوي. بس على الأقل خرجته من جوايا. فاتن. جميل خالص، جميل خالص. اتعلمتي بقى من تجربتك في اكيد طبعا تجربه الاعلانات استفدنا منها ان احنا اتعودنا نقابل الجمهور اتشهرنا وبقينا اطفال مشهورين. قولي لي بقى تجربه السينما ضافت لك ايه؟ اللي انا ما اخافش من الكاميرا واجرب اي تجربه انا نفسي اجربها واعمل في دماغي. قعدتي كام يوم تصوروا؟ في الفيلم يعني شهر او حاجه. طب اكيد كان بيحصل بقى مواقف لطيفه. ده انت معاكي نجوم ومين تفتكري موقف حصل؟ ايه احكي. مره فنانه امينه خليل المفروض ان هي تضربني بالقلم عشان قاعده مع جدتي يعني. فهي بقى بدل ما تضربني ضربتني بجد من غير قصدها. يا حبيبتي كانت مندمجه. فراحت لمامي قعدت تقول لها انا اسفه مش عارفه وانا اقول لها عادي مفيش حاجه. ما هو بقى التمثيل لازم بقى بصي الواقعيه في التمثيل. بس أيوة. انا كان عادي بقى. وفي بقى مواقف تانيه كان مين معاكوا فنانين تاني فكريني في الفيلم؟ احمد مجدي. وانا مش فاكره حد كان معاه. مامي كانت بتهدر معاكي التصوير؟ بس هي كانت بتقعد بعيدة عشان اخويا الصغير بيكون معاها. لا انت بجد يعني هقول لك ايه بجد يعني اكيد ماما فخورة بيكي جدا واكيد فرحانة وبنشكرها كمان ان هي من بدري سمعت كلامك لما حست ان عندك موهبة وتوجهت للمكان المظبوط في الورشة مع الاستاذة مروة عبد المنعم وبتيجي معاكي في التصوير ودعماكي. الفيلم الحقيقة يعني أنا مش عارفة قضية الفيلم ممكن تكون كبيرة عليكي شوية بس هو بيناقش قضية حساسة جدا. بنشكر يعني بجد كل الصانعين الفيلم وفريق العمل. معانا دلوقتي عمو أحمد مجدي الأستاذ أحمد مجدي مدير أستاذ أحمد يحيى مدير إنتاج الفيلم فيلم حظر تجول. أهلا بحضرتك يا فندم. أهلا وسهلا إزي حضرتك الأخبار؟ ازيك يا جدى؟ انا بشكر لله. حضرتك بشكل شخصي وبشكر حضرتك يعني باسم كل بنت وكل سيده مصريه على جرائد الفيلم المصري الجميل اللي بيناقش قضيه شائكه وقضيه هامه جدا وبيسلط الضوء عليها قضيه العنف ضد المراه وخصوصا القضايا المتعلقه بال يعني القضايا النسائية الخاصة بالعنف الأسري والجرائم الجنس العائلي. إن شاء الله المفروض الفيلم هينزل إمتى في السينمات عشان كلنا متشوقين إن احنا نشوفه. هو إن شاء الله خلال الأسبوع اللي جاي بإذن الله يعني على رأس السنة كده نقدر كلنا نعتبره الفسحة اللي هننزلها كلنا في رأس السنة هيبقى نزل إن شاء الله بإذن الله إن شاء الله. طب احنا يعني مش عايزين نحرق الفيلم. انا عندي فكره عن القصه كده يعني فانا مش عايزه حاجه تحرقه بس احنا عايزين نعرف ملامح كده نعرف المشاهدين كده بعض ملامح الفيلم. او هو الفيلم بيناقش قضيه بتحصل يعني جدا في المجتمع وقضيه كويسه وان العنف الاسري وفيلم اجتماعي جدا يعني وهيعجب الناس جدا يعني. طب الفيلم يعني من الاعلان ممكن يبدو ان هو جاد جدا. هو الفيلم يعني اعتقد ان هو اكيد فيه مشاهد برضو لطيفه في كوميديا. لا هو فيلم اجتماعي واسري جدا يعني. يعني انا في العرض الخاص رحت وانا ومراتي واتبسطت جدا منه يعني. فيلم حلو جدا يعني الناس كلها كانت طالعه منه في العرض الخاص مبسوطه بيه جدا يعني. طب ايه رايك بقى في نجمتنا الجاده الجميله دي؟ ايه رايك فيها وتعبتكم بقى في الفيلم ولا لا خالص؟ والله لا دي جميله جدا. كنت احنا اللي تعبناها دي كانت بتسهر اصلا واحنا اصلا فيلم يعني ثلاث ارباع المشاهد بتاعته ليل. ما هي كانت بتقول يا حبيبتي بس هي واضح ان هي محبه للسينما جدا
افتكر لنا بقى جدا موقف كده ليها أثناء ده التصوير، كانت بتعمل ايه بالليل في السهرات دي؟ كانت بتنام؟ زيادة يعني عايز اقول لك يعني فاهمة، كانت بتقعد معانا لغاية الساعة 5 الصبح كل في يا كل حبيبتي تصويرها يا حبيبتي. كان كل تصوير ليه. بس فاكر هي بقى لما موهوبة صحيتي يا من النوم فندم. عملنا لك الميك اب بتاع الحساسية طب كان احساسكم بقى ايه احنا وهي بتاعتنا صغننه على الريد كاربت كده، والفيلم ما شاء الله يعني حقق حقيقه يعني فخر كانت قمر. للسينما المصريه وفخر لكل سيده الحمد مصريه، لله يعني الحمد لله. نوجه الشهره لحضرتك الناس ولكل كلها العاملين. اتبسطت بيه جدا. الله يخليك يا حسيت فندم، بايه الله وهي ماشيه على يخليك. الريد كاربت كده؟ كانت قمر. ايوه تحب تقول لها ايه؟ هي بتسمع حضرتك معانا اهو، ردي على الأمر. يعني اقول لها ربنا يوفقها ان شاء الله وتبقى نجمه كبيره. هي نجمه اصلا خلاص دلوقتي، بس لما تكبر كمان تعمل اعمال حلوه ميرسي وهادفه كده وتبقى نجمه كده قد الدنيا. ميرسي. طب حضرتك الفيلم يعني كان جريء، كان جريء فعلا، بس كان مهم وكان في وقته. ما قلقتوش في الانتاج انه الفيلم ده ممكن ما يبقاش جماهيري او يبقى رد فعل الجمهور مش زي ما احنا متخيلين او زي ما حضرتك؟ والله بقى هو اكتر حاجه نقدر نقول يعني هو المنتج استاذ صفي ده يعني اقوى بنوجه له كل التحيه. وابرع واحد فينا بالظبط طبعا، يعني بنشكره ان هو بيعمل الاشكال دي من الافلام والقضيات القضيه المهمه ديت يعني. وان هو قلبه جامد ان هو بيعمل الحاجات ديت وبينزل بيها، فاهم قصدي ازاي؟ فهو طبعا بشكره جدا وبوجه له اصلا طبعا كلنا والله تحيه، بنشكره، كلنا فعلا بنشكره وكل سيده والمخرج مصريه والمؤلف وعربيه طبعا برضو ان هم يناقشوا حاجه زي ديت، دي حاجه طبعا كويسه طبعا اكيد. والله. ان شاء الله الفيلم يعني رسالته اللي بيقولها رساله توعويه ورساله مهمه جدا ومعموله في اطار رائع ان بجد، شاء كلنا الله متشوقين ان شاء الله ان هو ان شاء يبقى الله تشوفوه سهرتنا وعجبكم كده، هو وخروجتنا في جميل راس جدا السنه، هو وبنشكركم. فيه كل حاجه كمان مبسوط جدا يا فندم. بنشكر حضرتك لا جدا. هتشوفيها هتتبسط. ميرسي جدا ميرسي والله، يخليك ميرسي لي جدا، تفضلي. نورتنا استاذ اوكي بالتوفيق. احمد يحيى مدير انتاج فيلم حذر تجول، نورتنا يا فندم، ميرسي ليكي. ايه يا استاذه قولي لي بقى، لما بقينا نجوم بقى كده اصحابنا بيعاملونا ازاي؟ يعني علاقتنا باصحابنا اتغيرت؟ لا هي نفس علاقتنا، احنا بنحب بعض على مش طول. بيقولوا لك مثلا كنتينا معاكي بقى نمثل معاكي يا جدع وكده؟ بيقولوا لي وباخدهم معايا برضه. بتاخديهم معاكي في الاعلانات؟ بتتبسطي اكيد اكتر لما يبقى معاكي صحابك. إيه طب قولي لي بقى يا جدع، انت عندك اخوات قد ايه؟ عندي 4. حد فيهم بيمثل؟ انا عندي ثلاثة. انت الرابعة ما شاء الله. حد بيمثل من اخواتك او ناوي يمثل معجب بيكي كده وعايز يعني لا يمشي؟ لا انت الوحيدة اللي بتمثلي. طب قولي لي بقى انت علاقتك بماما شكلها ازاي؟ يعني انت بقى بتخديها وراكي تلف وراكي في التدريب؟ لا دي ام عظيمة فعلا والله، يعني ربنا يخليها لك ويخليكي ليها، بس اهم حاجة ان احنا ما نقصرش في مذاكرتنا. عندك مشاريع افلام قريب يا جدع؟ لا ولا انا اعلانات؟ هبطل دلوقتي عشان الامتحانات داخله، عشان في امتحانات، بعد الامتحانات هبقى اكمل وكده. برافو عليكي ان انت قادره فعلا يعني توازني، وبرافو عليكي ان انت فعلا تبقي قدوه وما تاثريش في اي جانب من حياتك. عندي مفاجاه متصله بيكي، تفتكري مين؟ قولي الو كده. الو الو مين؟ جدع. معانا الأستاذة رانيا والدة الفنانة والنجمة الجميلة جادة محمد. اسمحي لي أنا أحييكي بجد، يعني لأنه فكرة إن احنا ناخد بالنا من ولادنا من موهبتهم وناخد الموضوع بجدية ونبدأ ناخد خطوات جادة ونضيع يعني ساعات كتيرة في التعب وفي المجهود، هي طبعا مش بتضيع، هي يعني في الآخر بتستثمريها، بس فكرة إن انتي بتخصصي لها ساعات كتيرة وبتشاركيها، يعني علاقة الله أكبر عليكم رائعة، وانتي أم جميلة يعني. ايه رايك بقى في غاده؟ غاده جاده عامله ايه في انا دايما اقول لها غاده بس جاده اجمل. جاده وقلت سعودي شويه. مين سماها جاده؟ بتقولي بابي؟ باباها. انا كنت مسميها الاول نورين وبعد كده باباها لا غير الاسم ومسميها جاده. لا هو اسم سينمائي واسم مميز الحقيقه، يعني من الاول هي مولوده بطله ومولوده نجمه. هي اول اعلان عملته كان عندها 8 سنين، اكتشفتي بقى الموهبه قبلها؟ يعني من هي سن كام بدا الموهبه تبان عليك؟ بتمثل لكم في البيت؟ هي كانت بتقول لي مامي انا نفسي امثل وكده، فانا قلت لها ان شاء الله يا كده ربنا يساعدك تبقي تكبري كده،
بالصدفه كنت قريت اعلان وكده ان الفنانه مريم يعني عامله ورشه تمثيل وكده للاطفال. فانا بحب مريم بومران جدا يعني، وبالذات مع الاطفال. يعني وديتها وكده وقعدت الكورس وبدانا بقى من الخطوه دي يعني. لا انت ام عظيمه بجد وبنشكرك. تحبي بقى تقولي لجادة ايه على الهوا يا مامي رانيا؟ اولا ذاكري. ايوه. احنا لسه مكملين في الباليه ولا؟ لا ذاكر. والله احنا في اسبوع خلصنا منهجين. صورة حضرتك على الشاشة. انا فترة والقطعة الأولى على طول على فكرة. ما شاء الله ما شاء الله. بس هي السنة دي مش عجباني قوي. بس هي يعني بدات ايه شويه تاخد بالها يعني. ده هي وعدتنا أيام. على الهواء اهوت ان شاء الله لما ناخد الشهاده وبتبقى الاولى كده هنعرضها لها في البرنامج. صوره حضرتك معاها على الريد كاربت معروضه على الشاشه دلوقتي. احكي لي عن اليوم ده وتفاصيله واحساسك واحساس جادة وهي نزلت هتمشي بقى على الريد كاربت وبطله كبيره بقى وانسه. اليوم ده كان شكله جدا طبعا كنت قوي. انا اصلا اول واحده جهزت. انا كنت جاهزه اول واحده خلصتي مبسوطه. أيوة. بقى هنزل بقى اتصور. أيوة. ولا بجد كنتي جميله ومامي مشيت معاكي على الريد كارب. ايوه بجد. أيوة. احنا الثلاثه كنا مع بعض. طب احنا لسه مكملين في البالي ولا البالي خلاص بقى؟ نعم لسه مكملين في البالي ولا سيبنا البالي خلاص في المدرسه؟ لا ده كانت بس في المدرسه كانت بتحضر حفلات البالي وتشترك فيها وبعد كده بقى لا خلاص بقى عارفه. طب انا بحب التمثيل. رحنا بقى المجال الفني. رحنا في المجال الفني. يعني انا كنت عايزه اسالك يا مدام رانيا، انت نفسك تشوفي جادة فين بالظبط؟ يعني نفسك توصل لايه؟ انا نفسي اشوفها طبعا حاجه كويسه، ولو هي بتعمل اعلانات كويسه وجميله الاطفال حبها وكده ومستمره في كده عادي يعني، ما عنديش مشاكل يعني. احنا نفسنا نشوفها بطله كبيره مثقفه يعني متفوقه، تبقى بجد يعني رمز كده الاطفال كلها بتمشي وراه. بس قولي لي بقى جدة يعني ورثت الموهبه دي منين؟ يعني في حد في العيله عنده الموهبه دي؟ لا خالص يعني. لا انا كنت قاعده على الموبايل بقعد اشوف حاجات. يعني انا لو طلبت منها دلوقتي تمثل لي مشهد هتعرف؟ ها تحدي قدام مامي. لا ثواني. لو حضرتك تقولي مشهد انا امثله. قولي لي اكتر مشهد حبيتيه. يعني مثلا انت يا حضرتك مثلا قلت لها على حاجه يا تعملها بالظبط، وحتى السكريبت بتاع الفيلم يعني قريته كله، يعني قريت المشاهد كلها وحفظتها وكانت بتعملها تمام. يعني حتى مثل الاستاذ امير رمفوس كان مستغرب يعني، هي لما نعمل المشهد مش بيعيده تاني بجد، هي مره واحده بس. موهبه. لا هي موهبه. فعلا جميله وبجد ميرسي ان انت دعماها. باباها كمان دعمها؟ باباها بيشجعها برضه. كويس قوي. لا بجد انت اسره جميله. يعني لا انا اقصد اكيد طبعا علاقه الام ببنوتتها. في حد من اخواتها بيمثل او بيفكر يمثل؟ لسه ما بانش. لسه ما بانش. في اسر صغير بس يعني شكله كده برضه عايز يمثل. ايوه. يلا خلاص احنا عايزين نجوم كتير بقى من العائله الفنيه. مدام رانيا بجد انت نورتينا واحنا سعداء بيكي جدا. ايه رايك في الفيلم نفسه بقى؟ ايه يعني كنت عايزه اعرف رايك في فيلم حظر تجويل. لا الفيلم طبعا تحفه. انا يعني لما شفناه في المهرجان وكده انا توقعت انه ياخد جايزه، وتوقعت اكتر حد ياخد جايزه فهنا الهام فيه لانها عامله دور رائع بجد. احنا كلنا متشوقين الحقيقه نتفرج على الفيلم والرساله اللي بتقدمها الفيلم اللي بيقدمها الفيلم. انت كامراه حاسه ان هي يعني كانت رساله مهمه وفي وقتها؟ طبعا. احنا عامه مش عايزين نحرق الفيلم، بس هو فعلا يعني فيلم مشرف جدا ان هو قضيه زي دي بيسلط عليها الضوء. احنا بنشكرك جدا وان شاء الله دايما تبقي فخوره بجدة وتشوفيها احلى واكبر نجمه في مصر ان شاء الله. تحياتي لحضرتك استاذه رانيا والده جادة. قولي لي بقى انت لا تمثلي لي دلوقتي اعلان يا تمثلي لي مشهد بتحبيه. ها تعملي مش هنسيبك لازم. طيب انا دلوقتي ما فيش حاجه في دماغي. طب الاعلان اللي بتحبيه كنت بتقولي فيه ايه؟ ميرا ولا زيت البرهان؟ اكتر حاجه انا بحب زيت البرهان الحركه دي. اللي انت فاكراه قولي. الاعلان اللي انت فاكراه كنت بتقولي فيه ايه؟ اعلان زيت البرهان قولي.
لاننا خايفين على شعرك لازم تتاكدي انه اصلي وما تشتريش اي علبه غير العلبه الصاج غير العلبه الصاج الكبيره لان الباقي كله تقليد او تشتري العلبه الصاج الكبيره. الله ليكي الله. انا مش فاكره كويس لان هو من زمان لكن انا ده اللي فاكراه. انا بحب الحركه بتاعه الشعر دي. قولي لي بقى تيجي نعمل كده تيست ونشوف احنا ممثلين طبعا شاطرين اكيد مش انا اللي هقول يعني بس ادينا كده رياكشن حزن 1 2 3 لا ما تقولش حاجه 1 احنا بنتقمص خلاص 1 2 3 شطوره لا جدع. طب رياكشن حد مستغرب الله عليكي انا دايما بعملها كده. طب ادينا كده رياكشن حد ما شافش مامته من زمان وفجاه شافها. انا الحزن بعمل احيانا كده بس انا عشان متحمسه دلوقتي. احنا كمان مش موجودين في الجو بتاع اكيد فيلم بيبقى جو مختلف. ادينا رياكشن حد ما شافش مامته من زمان وفجاه شاف مامته داخله عليه 3 2 1 مامته داخله عليه وما شافهاش بقاله فتره وتفاجئ اما شافها فرحه بقى على خضه على معلش احنا اسئلتنا صعبه. لا خلاص انا نلتزم 3 2 1 الله عليك. بصي بقى بما ان انت بجد طلعتي موهوبه هنديكي الكاميرا معاكي وتشوفي كده انت عايزه تقولي لملايين المشاهدين اللي بيشوفوكي دلوقتي ايه الرساله اللي عايزه تقوليها لهم. عايزه تقولي لهم طبعا كل سنه وهم طيبين. عايزه تقولي لهم اتفرجوا على الفيلم. عايزه تقولي لهم اتفرجوا على الاعلانات. عايزه تقولي ايه للاطفال. انا هديكي وقتك براحتك خالص. مش انا 3 2 1 انا بحبكم جدا وانتوا اللي وصلتوني لده عشان شجعتوني. انتوا شجعتوني على ده ويا رب تفضلوا تشجعوني بعد كده ويا رب بقى تتفرجوا بقى على كل الاعلانات ويا رب تكونوا شايفيني دلوقتي وانا بحبك جدا عشان انتوا السبب في اللي انا فيه. وصاحباتك في المدرسه عايزه تقولي لهم ايه؟ يدخلوا الفيلم؟ يتفرجوا عليكي؟ طب ماما بابا بقى تحبي تقولي لهم ايه؟ ربنا يخليكم ليا وانا بحبكم جدا وانتوا يعني حاجه ما عمري ما اوصفها لان انت حاجه يعني لازمه في حياتي وانا بحبكم جدا. كل سنه وهم طيبين. بصي بقى يا ستي بما ان انت بقيتي نجمه بجد كبيره واحنا سعداء بيكي جدا فانا هنقدم لك بقى دلوقتي برنامج مسا الجمال. انت اللي هتختمي الحلقه النهارده. هتكلمي الناس كده وتبصي للكاميرا وتقولي لهم انتوا نورتونا مساء الجمال عليكم نشوفكم في حلقه قريب ان شاء الله يوم الخميس القادم. 3 استعدي ركزي 3 2 1 نورتونا في الحلقه النهارده وكل سنه وانتم طيبين ونشوفكم ان شاء الله في الحلقه الجايه الخميس اللي جاي ويا رب تكونوا فرحانين بالحلقه دي. برافو 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 برافو. انا سعيده جدا بيكي وسعيده ان يعني انت نورتينا ومساء الجمال عليكي. احنا اي حد بيجي لنا بنقول له مساء الجمال. وخلينا بقى نوجه للمشاهدين ونبص عليهم ونقول لهم اعزائي المشاهدين كانت حلقه بجد جميله انا سعدت بيها وكنت مفتقداكم وحشتوني جدا. الوقت عدى بسرعه جدا والسهره كانت جميله ويا رب تكون كانت جميله عليكم انتوا كمان. استنونا في حلقات جايه كتير وبرنامج مساء الجمال بقدمه لكم شيماء عماد حبيبتي. نبص بقى على الكاميرا ونعمل لهم باي لاصحابك. اعملي باي. نورتونا ومساءكم جميل.